لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد ركان سعيد الجبوري محافظ كركوك. سيد الجبوري أهلا بك. إذا ما زالت تداعيات رفع الأعلام الكردية في كركوك ما زالت مستمرة، واليوم رئاسة الوزراء اعتبرت هذا العمل هو عدم دستوري وغير قانوني، ما هو موقفكم من هذه التداعيات؟ أولا شكرا للاستضافة. بقدم شكرا للسيد القائد للقوات المسلحة لسرعة الاستجابة لما طلبناه منه يوم أمس للتدارك مثل هذه الأعمال الغير قانونية والغير مسؤولة في نفس الوقت. كما تعلم أن العالم مختص بالأقليم ونحن محافظة تابعة للمركز خارج الأقليم، وأيضا فهو انتهاك للقانون والدستور. وكما ذكر في بيان الرئاسة بأنه دستوريا هناك حدود للأقليم وكركوك خارج الأقليم، أعتقد بأنه كان نداءنا واضح، وأيضا بيان القيادة العامة واضح، الوزراء واضح. فإننا اليوم ليس ندعو بل نحذر الذين قاموا بهذا الفعل تداركوا بأسرع وقت، وإلا يحدث ما لا يحمد عقباه. وانا باعتباري رئيس اللجنه الامنيه اقول للاخرين على مدينه على التعايش، فقوتكم هذه افقدت الثقه للتعايش بين مكونات كركوك بسبب افعالكم الغير مبرره والغير هذا فعل جانب واحد دون التنسيق لا مع اللجنه الامنيه ولا مع القوات ولا مع اداره المحافظه، وهو فعل استفزازي وانزال المانع كان امر خطا سيستفز المكونات الاخرى وستتحملهم مسؤوليه قانونيه وربما قضائيه اذا ما حدث ما لا يحمل عقباه. عليه تطبيق ما صدر عن القائد العام، ونحن وجهنا القوات لتطبيق ما صدر عن القائد العام، واذا ما حدث ما لا يحمل عقباه فهم يتحملون المسؤوليه. لكن عليهم انصحهم تدارك الامر وارسال الاعلام، وهذه الاعلام خاصه وليس خاصة بمدن تابعة للمركز، وعليهم أن لا يسلب من عائشة الأمن والعائشة. نعم أستاذ ركان، يعني يا ريت تقف في مكان أكثر وضوحا، الصوت لم يصل بشكل سليم. سؤالي الآخر أنه رغم ذلك الاتحاد الوطني الكردستاني يعني أبدأ في بيان توضيحا لهذا الأمر، أكد أن هذه منطقة متنازع عليها ولا يوجد أي مانع قانوني. طيب هل ستكون هناك اجتماعات بين مكونات كركوك من أجل تلافي المشاكل بخصوص هذا الأمر؟ أول لحد الآن لم يحصل اتفاق على اجتماعات بين مكونات كركوك. إذا كانوا اجتماعات وتفاهمات عليه إنهاء هذه المظاهر، تنزيل الأعلام وراء ذلك، بالإمكان أن تكون هناك تفاهمات واجتماعات. أما أن تفرض أمر واقع وذب الاجتماعات، نحن نعتبر ذلك أمر فيه نية مقصودة لتخليل التعايش الذي حصل في كركوك والأمن. نعم، إذن كان معنا عبر الهاتف ركان سعيد الجبوري محافظ كركوك، شكرا جزيلا.